دائما الأمور تقاس بعواقبها بخواتيمها. من يريد الخير لبلاده يعلم ويحسب خطواته قبل أن يمضي قدما في أي مشروع سياسي. أعتقد هذه مرحلة فارقة في تاريخ إيران. أعتقد هناك لو بصمت يتم الحديث بين داخل الأجنحة في إيران بأن إلى متى نبقي البلاد مرهونة لهذا الخطاب الذي أثبت أنه عدميا ويؤذي مصالح إيران قبل أن يؤذي أي دولة في العالم. نعم. أعتقد أن هذه الفرصة الدبلوماسية متاحة، وترامب يطرحها بصدق.